سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. مثل ما في سوريين بلشوا يشتغلوا تحت شعار سوريين لبعض وكملوا تحت هذا الشعار، في سوريين للأسف ضيعوا البوصلة والهدف وآذوا بقصد أو من دون قصد إخواتهم السوريين. كيف وليش؟ خليكن معنا. اترافقت الأعمال الإنسانية لبعض المؤسسات الإغاثية بتصوير المستفيدين. المشكلة مو هون، المشكلة هي باستخدام هاي الصور إعلامياً لدعم موقف ما أو لجمع التبرعات. ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، صار من السهل كتير تطلع بوشنا كل يوم صورة لسوريين مكسورين عم يمدوا ايدهم ليستلموا معونة غذائية، اطفال ما بتتجاوز اعمارهم كم سنة او حتى احيانا كم شهر عم يرفعوا علبة الحليب فوق روسهم شاكرين ممتنين. هاي الصور ما بتأذينا كسوريين وبس، وانما بتأذينا كناس عنا ضمير إنساني بيرفض استغلال حاجة لآخرين وكسرهم لتحقيق مصالح شخصية. وهون بحب أحكي عن حملة أطلقوها شباب سوريين بال2015 تحت عنوان السوري ما بينذل. كانت هاي الحملة من أبرز الحركات الاحتجاجية المدنية على طريقة عمل عدد من المنظمات الإغاثية، ووثقوا القائمين على الحملة الجمعيات والمنظمات اللي بتنشر صور غير لائقة بحق السوريين المستفيدين من مساعداتها. وبعد ما تواصلوا مع هاي الجمعيات للاتفاق معهم على عدم نشر صور مهينة بحق المستفيدين، بس للأسف نسبة قليلة من المنظمات والجمعيات تجاوبت مع الحملة، وما كانت تتجاوز نسبتها 30% من هاي المنظمات اللي توجهت لهم الدعوة. ومن جهة تانية اشتغل القائمين على الحملة على رفع مستوى وعي المستفيدين بحقوقهم بمثل هاي الحالة، وعرفتهم على انه في خطوط حمراء ما بحق لحدا يتجاوز معهم. ومثل ما قلنا للأسف عدد قليل من منظمات وجمعيات تجاوبوا مع الحملة وبطلوا ينشروا صور المستفيدين بعد ما أدركوا حجم الأذى النفسي اللي عم يتسببوا فيه إلهم. بس النسبة الأكبر رفضوا عدم نشر الصور بحجة إنه هي عم توثق شغلهم على الأرض وتأكد مصداقيتهم قدام المانح بتسليم المساعدات. أكيد المشكلة مو بالتوثيق للمانح يا جماعة، المشكلة بنشر هاي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل المستفيد لمادة إعلامية الغرض منها كسب الدعم. ببساطة أنت فيك تبعت للمانح هاي الصور ضمن التقرير اللي أنت عم تبعت له إياه وتقول شو عملت بالمصاري اللي أخدتهم، ما ضروري تحطها على وسائل التواصل الاجتماعي. بنتمنى من هذا النوع من المنظمات والجمعيات انهم يراجعوا حالهم ويفكروا بحجم الإهانة يلي عم يتسببوا فيها للمحتاج او الطفل او ذو الاحتياجات الخاصة او اي حدا غيرهم من اللي استفادوا من المساعدات اللي عم يقدموها وقت اللي عم يصوروهم وهن عم ياخدوا علبة زيت او كيس رز او اي شيء تاني. بنتمنى منهم انهم يرجعوا ينضموا لشعار السوريين لبعض وبس. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.